وأخيرا مراجعة أقوى هاتف من شاومي هو الشاومي 12 برو. فخلينا نتعرف عن مميزات وعيوب شاومي 12 برو وهل فعلا يقدر ينافس سامسونج وآيفون. ولكن قبل أي شيء اعملوا لايك وسبسكرايب للفيديو واشتركوا في القناة لتصلكم كل جديد. وخلنا نبدأ في الفيديو. نبدأ أكيد بالديزاين أو تصميم الهاتف. شاومي 12 برو يأتي أكيد أو الدوس برو يأتي أكيد بتصميم من الزجاج ذي شيء يعني عادي وطبيعي، وشكل كاميرا جديد شبه هاتف شاومي القديم شاومي ميتان تي، لكنه يعني متطور بعض الشيء. تصميمه أنا شخصيا عجبني، ما عنديش معي مشاكل. يعني تركيبة الكاميرات ثلاث كاميرات كذا، والحلقات يعني البيضة على الكاميرا الأساسية، يعني شكل جيد ومقبول، ما عنديش معي مشاكل. وكذلك الظهر يعني ما تبانش عليه البصمات، وهذا شيء ممتاز، ما عنديش اي مشاكل. لوجو شاومي 5G يعني سمك الهاتف مقبول يعني، وذا يعني واخيرا رايت هاتف من شاومي يعني رفيع. كل هواتف شاومي كبيرة وعريضة، لكن هذا الهاتف مسكته ممتازة. وقبل اي شيء هاتف يعني للاسف من العيوب بتاعه انه غير مقاوم للماء، وهذا ما ينفعش على هاتف رائد، لان اكيد سامسونج وايفون يعني بيقدموا هواتف محمية ضد الماء، لكن هذا الهاتف للاسف غير محمي ضد الماء. لكن الهاتف ذا يعني فيه موتور هابتيك في باك اللي يديك يعني نقرات كذا وانت تستخدم الهاتف. يعني اداء يعني او تصميم عموما عجبني. عندك اكيد تايب سي والسماعات كل شيء في مكانه، ما عنديش مع اي مشاكل. عندك اكيد فوق يعني فوق الهاتف يعني سماعات، وتحت اكيد سماعات هرمن كندر وتايب سي، ما عنديش مع اي مشاكل. فاوفر اول تصميم ممتاز، ولكن ينقصه ان يكون هاتف مقاوم ضد الماء. لكن يعني ممكن ميزة نشوفها في الايفون 13 او يعني شاومي 13. يعني ما عنديش معه مشاكل مع الديزاين، لكن مثل ما قلت تصميم ممتاز وزن مقبول، ولكن حماية ضد المية كانت يعني هي يعني الأصح لو كانت موجودة. وبشكل عام يعني تصميمه ينافس عادي مع الاس 22 الترا مع الايفون 30 برو ماكس، ما عنديش معه اي مشاكل. ندخل الى الشاشة. اكيد الديسبلاي شاشة 6.7 بوصة من نوع اموليد دقة كواد اتش دي بلس بطراته دي، وصلني 120 هرتز تدعم اتش دي ار 10 بلس. شاشة في الحقيقة ما يتقاش عليها ولا كلمة، شاشة ممتازة بألوان ممتازة بدقة ممتازة، يعني شاشة يعني خرافية ما تقلش اي شيء عن يعني سامسونج جالاكسي اس 22 بلس مثلا، او الايفون 13 برو ماكس بكثافة بكسلات اعلى من 500 بكسل مع دعم الـ HDR مع الشاشة كيرف ايدجز. ده شيء ممتاز جدا مع خرم صغير للسيلفي موجود في اعلى الشاشة. يعني من الاخر شاشة الهاتف كالعادة مميزة، وهذا شيء طبيعي لان اكيد شاشة الهواتف رائدة مميزة. فشاشة شاومي 12 برو ممتازة مع وايضا محمية مع طبقة اخر طبقة يعني غوريلا فيكتس. واكيد سطوع شاشة تحسن عن شاومي مي 11 القديم، يوضع السطوع هنا ل 1500 نيتس. الشاشة ممتازة ما عنديش معي اي مشاكل، وتقدر تنافس الايفون والسامسونج بكل سهولة. ندخل الى الاداء، وهذا اكيد طبيعي مع معالج يعني سناب دراجون 8 جين 1، اكيد مع يعني 12 جيجا بايت رام مع 256 جيجا، يعني مواصفات هاتف رائد، يعني مواصفات هاتف رائد ما فيش اي مشاكل. ما واجهة شاومي يعني ال 12 13 مع اندرويد 12، فاداء الهاتف كالعادة من شاومي، يعني اي هاتف رائد يعني ما كانش يبقى شاومي، اي هاتف رائد اداء الهاتف ممتاز ما عنديش معاه اي مشاكل. وايضا ارقامه على انتوتو بنش مارك خرافية، بيحقق ارقام بتنافس الايفون والسامسونج بكل سهولة، خصوصا واجهة الميو اي 13. دي اول مرة اشوف واجهة الميو اي خفيفة في هذا الهاتف، يعني في هاتف شاومي. اداء الهاتف مستقر وصل اول سوايبس، ويعني اداء هاتف ناعم وسلس، ما فيش فيه اي مشاكل ولا اي تقطيع، ولا هاتف مستقر جدا. انسى اي هاتف شاومي مثلا الريدمي نوت 11 او اي من الهواتف دي، انساها، شاومي 12 برو بيقدم افضل اداء. يعني مثل الاس 20، مثل هواتف اوبو فايند اكس مثلا، اي هاتف الايفون بنفسه بشكل خرافي جدا. كل يعني هاتف ناعم سلس، ولا طبيعي لان هذا اغلى هاتف يعدي سعره 20 مليون هنا في الجزائر، فهذا طبيعي ياتي بالاداء القوي ذا.
خصوصا في الالعاب، مثلا ببجي تشتغل على HDR اكستريم، جوده خرافيه اكيد ما يتقاش عليها ولا كلمه. اداء الهاتف ممتاز جدا وسلس جدا وناعم جدا وممتاز، ولكن ذا طبيعي اكيد انه هاتف رائد. وايضا سخونيه الهاتف ذا ممتازه، الهاتف يعني اكيد بيسخن في الالعاب ولكن سخونيته مقبوله جدا جدا، ما عنديش معاه اي مشاكل. اداء الهاتف مقبول جدا جدا، وحراره الهاتف كالعاده مقبوله الى حد ما. وايضا عندك كول اوف ديوتي تشتغل على فيري هاي جرافيك وماكس فريم ريت، ما عنديش معه اي مشاكل، مع نظام الميو اي 13 المحسن الى حد ما. فاداء الهاتف ممتاز مع الواجهه، مع 120 هرتز، مع المعالج القوي، مع 12 جرام، اداء الهاتف مقبول الى حد ما في الاستخدام. اكيد لما نتكلم عن عوامل الامان، عندك بصمه تحت الشاشه يعني سرعتها متوسطة مش أسرع بصمة مثلا S20، وذا بسبب الأنيميشن وتجميع الأيقونات. وعندك أكيد أوبشن لطيف في البصمة، وعن يعني تقدر تقيس يعني نبضات قلبك، وهذا شيء ممتاز وإضافة ظريفة جدا من شاومي، يعني ذا شيء طبيعي جدا. أيضا عندك الهاتف مثلا سماعات تاعته ممتازة، ما عنديش معه أي مشاكل، وهذا شيء جميل. لكن أكيد سمعت من هارمن كاندر وصوتها بينافس السامسونج والآيفون بكل سهولة. فذا يعني عندك اكيد الاي ار سنسور والاشياء الجميله دي. خلينا ندخل مثلا الى اكيد البطاريه، مع بطاريه الهاتف الى 4600 ملي امبير، بطاريه حرفيا ممتازه وكويسه، ما عنديش مع اي مشاكل، بطاريه تكمل معك اليوم، ما فيش فيه اي مشاكل اطلاقا. وعندك اكيد كذا شحن سريع بيشحن البطاريه دي بسرعه نفاثه، اكيد يعني شاحن 120 واط، فذا طبيعي جدا بيشحنها بسرعة يعني القوية دي 120 واط، وهذا يعني الشاحن ده منافس جدا جدا للهواتف. وعندك اكيد الشاحن الوايرلس 50 واط، والشاحن العكسي بقوة 12 واط، ما فيش فيه اي مشاكل في نقطة الشحن. وايضا سخونية الهاتف ممتازة جدا، يعني اعلى سنة من S22 ألترا، لكن مازالت السخونية مقبولة جدا جدا. هندخل الى اكيد الكاميرات، وهنا نشوف رصة الكاميرات الثلاثية، كاميرا اساسية 50 ميجا بكسل، كاميرا الترا ويد 50 ميجا بكسل، كاميرا زوم 50 ميجا بكسل تعمل زوم 3x. واكيد مثل ما انت شايفين صور ممتازة بتنافس السامسونج والايفون، يعني ممكن يعني حقيقة هي اقل بعض الشيء من السامسونج S22 ألترا والايفون 30 برو او 30 برو ماكس، لكن صور يعني ممتازة، يعني ممكن احطها مثلا في المركز الرابع مثلا او المركز الثالث. اداء الكاميرات هنا ممتاز، ما تفهمونيش غلط، كاميرات ممتازة سواء دايناميك رينج كمعالجة الوان، حتى مثلا تصور الشمس يعني مباشرة مع الكاميرا، ما زالت الكاميرا ادائها ممتاز. وعندك التر وايد الزاوية واسعة كالعادة، وعندك مرونة في التصوير زوم، وعندك نايت مود محسن جدا جدا عن مي 11 القديم، يعني كاميرات حرفيا خرافية، كاميرات ممتازة جدا جدا. وذا طبيعي لانك مثل ما قلت تشتري هاتف فلاكشيب او هاتف رائد، فطبيعي بيقدم كاميرا كويسة. عندك كاميرا سيلفي ايضا ممتازة، عندك تصوير فيديو ممتاز، نايت مود تصوير فيديو، ذا يعني شيء جديد اول مرة اشوفه في نايت مود تصوير فيديو، وايضا يصور لحد دقة 8K فيديو، ويصور 4K 30 و60 فريم في الثانية. اما عن تسعير شاومي 12 برو، فالسعر شاومي 12 برو يعني سعره يعدل 20 مليون، وهذا اكيد يعني وبالسعر ذا كنت اتمنى ان ياتي بسعر اقل بعض الشيء، مثلا 17 15 مليون ليكون منافس قوي، لكن رغم ذلك ما زال ينافس السامسونج والايفون، شاشة ممتازة، اداء ممتاز، كاميرا ممتازة، ولكن يعني بيفتقد لمزايا الفلاكشيب الحقيقية، مثلا مقاومة ما يكون محتاجينها الكاميرات، مثلا محتاجين كاميرات زوم قوية، يعني ليس مميز في المعالجة مثلا السامسونج والايفون، ولا معالجة الفيديو مثل الايفون، فالكاميرات اقل شوية يعني من السامسونج والايفون. اداء ممتاز ولكن سوفتوير محتاج تحديثات اكثر. يعني كذا خلصت، اعملوا لايك وسبسكرايب ونشوف فيديو جديد ان شاء الله. سلام.